جمعة مبارك عليكم يا جماعة. النهاردة في 3 مواقف حصلوا معايا في صلاة الجمعة. أول موقف هو الباركينج. الناس اللي معاها يعني السيارات بتاعتها لما تكون ما انتش لاقي باركينج ما تحاولش إن أنت تسد الممر بتاع الناس العربيات اللي بتعدي عشان أنت بتعمل كارثة. أولا ممكن يكون حد مزنوق وعايز يخرج مثلا في الماركت أو أي حاجة زي كده أو مستعجل أو عنده مشكلة يقوم ما يعرفش يخرج فهتبقى دي مشكله بالنسبه له وتعمل ازمه. الحاجه الثانيه زي ما انت عايز تلحق الصلاه خاف على اخوك برضه اللي عايز يلحق الصلاه فما تعطلوش ما تعملش ازمه. فدي اول نصيحه يا ريت نخلي بالنا من موضوع الباركنج يا جماعه. الحاجه الثانيه اللي شفتها بقى يعني وعلمتني برضه طبعا احنا عارفين الجو احنا بنمر بايام معانا بحر ربنا من رطوبه وحر شديد قوي وطبعا المسجد بيبقى من جوه مكيف. فاول حاجه حصلت ان في ناس كتير دلوقتي بقى بتحاول تروح بدري للمسجد عشان تلحق المكيف تمام. طبعا في ناس بتروح متعوده انها بتروح بدري تصلي عشان تاخد الثواب بتاع صلاه الجمعه، لكن الوقت حاليا ناس بتجري فعليا عشان تلحق المكيف. فاحنا ليه ما نسابقش بعض في الطبيعي في اي جو ايا كان ان احنا نروح بدري صلاه الجمعه عشان ناخد الاجر والثواب. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه برضو لموضوع المكيف، كله بيجري وقت وقت الصلاه عشان يروح يلحق الصف يخش جوه المسجد يحاول يعني يكون موجود في المسجد عشان المكيف. في الايام العاديه والجو الحلو تلاقي صف كامل، صف ناقص، صف كامل، صف ناقص، مش فارقه. ليه ما تعتبرش يعني تكمله صفوف وتسويه الصفوف كده ان انت تقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ دي حاجه اساسيه انت تعملها عشان ربنا يبص للصف اللي انت واقف فيه، مش عشان بس ان انت عايز تلحق مكان عشان يبقى في مكيف والجو حلو. ده اللي انا شفته النهارده، وده برضو بيخلينا اذكر نفسي واذكركم ان احنا لازم ندور دايما على الثواب، مش على زي ما احنا بندور على راحه الجسم وان احنا نبعد عن الحر، لا احنا ندور برضو ازاي نكسب ثواب. ربنا يهدينا ويهديكم جميعا يا رب ويجعلها جمعه مباركه عليكم. السلام عليكم.